القيادة السياسية كانت حريصة على استعادة قوة الأسطول التجاري المصري، عشان كده الحكومة وضعت استراتيجية للنهوض بقطاع النقل البحري حتى عام 2030، وده بهدف زيادة القدرة التنافسية للموانئ البحرية والنهوض بهذا أو بهذه الصناعة عشان تكون أو تكون قاطرة التنمية للاقتصاد القومي المصري. أكيد امتلاك أسطول تجاري بحري وطني واحد من أهم الركائز للتنمية الاقتصادية، كمان وجود أسطول تجاري قوي بيخلي مصر لاعب هام على طريق التجارة العالمية خصوصا للدول الأفريقية أو مع الدول العربية. مع توجيه القيادة السياسية بضرورة استعادة قوة الأسطول التجاري المصري، بدأت الحكومة في وضع استراتيجية للنهوض بقطاع النقل البحري حتى عام 2030 بهدف زيادة القدرة التنافسية للموانئ البحرية والنهوض بهذه الصناعة لتكون قاطرة التنمية في الاقتصاد القومي، لأن امتلاك أسطول تجاري بحري وطني هو إحدى الركائز الهامة للتنمية الاقتصادية، كما أن وجود أسطول تجاري قوي يجعل مصر لاعباً هاماً على طريق التجارة العالمية خاصة للدول الإفريقية أو مع الدول العربية، وذلك وفقاً لما جاء في التقرير الصادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. وأكد التقرير أن امتلاك أسطول بحري هو دعامة أساسية في أوقات الحروب والأزمات، كما يسهم في خلق فرص عمل واسعة في هذا القطاع بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال تعزيز النمو التجاري. كما تتمثل الأهداف الرئيسية لاستراتيجية النهوض بالنقل البحري حتى عام 2030 في تحقيق التوازن بين وسائل النقل المختلفة ووضع اللوائح المنظمة لذلك، مع الاهتمام بالنقل متعدد الوسائط خاصة الموانئ البحرية والسكك الحديدية والنقل النهري. وتتضمن الأهداف أيضاً تعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة في تطوير منظومة النقل وتقديم التسهيلات والخدمات حتى يستطيع أن يؤدي دوره بالاستثمار أو المشاركة في مشروعات قطاع النقل بشكل عام، بالإضافة إلى تحديث التشريعات ووضع اللوائح المنظمة التي تضمن حرية المنافسة في مجال تقديم خدمات النقل. وأشار التقرير إلى أن الاستراتيجية تتضمن ثلاثة محاور رئيسية، أولها محور الموانئ البحرية، حيث تعمل الاستراتيجية على التطوير الشامل للموانئ البحرية من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 400 مليون طن بضائع بزيادة تصل إلى 116% مقارنة بالطاقة الحالية 185 مليون طن، وزيادة الطاقة الاستيعابية للحاويات المكافئة لتصل إلى 40 مليون حاوية مكافئة بنسبة زيادة 233% مقارنة بالطاقة الحالية البالغة 12 مليون حاوية، علاوة على زيادة أطوال الأرصفة لتصل إلى 90 كيلومتر بنسبة زيادة تصل إلى 131% مقارنة بالأطوال الحالية البالغة 39 كيلومتراً، وأعماق تصل إلى 18 متراً لاستقبال السفن العملاقة. المحور الثاني هو إنشاء مناطق لوجستية في ظهير الموانئ البحرية وبالمناطق الصناعية ومناطق الإنتاج الزراعي وربطها بالموانئ بنظام النقل المتعدد الوسائط. أما المحور الثالث فيتمثل في دعم الأسطول التجاري البحري المصري وشراء سفن جديدة لزيادة حجم البضائع المنقولة على سفن مصرية، وبالتالي فإن التوسع في الأسطول البحري يساعد على تحويل مصر لتكون مركزاً للتجارة الدولية واللوجستية.